مباراة علشان طبعا يقدر ان هو يحتل المركز الاول بشكل نهائي، فبالتالي ده شيء جيد ومهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي من خلال هذه البطولة. ان شاء الله المسيرة تفضل مستمرة بالنسبة للفريق بهذا الشكل الجيد تحت قيادة مستر باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف وبقية الجهاز المعاون وايضا اللاعبين اللي بيأدوا بداية موسم اكثر من رائعة. لكن بالمناسبة خلينا نروح سريعا نطمن على فريق النادي الاهلي اللي رجع امبارح من تونس، بالتالي النهاردة كان في اول مران في اطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة في الاسبوع الثالث من بطولة الدوري العام. علشان كده خلينا نروح ناخد سريعا زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الاهلي. يا شريف مساء الفل عليك. نور زميلي امير وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طمنا يا شريف من خلال مران النهارده، اعتقد المران كان فيه تمام الساعه 6 مساء واكيد كان مران مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان بيستعد من خلاله للمباراه القادمه امام فريق وادي دجله. كلمنا عن المران وكواليس المران النهارده واستعدادات الفريق للمباراه القادمه يا شريف. يمكن اول مران لسه بادئ حالا، يمكن الكابتن محمد يوسف ومستر كارديرون لسه بيدوا كده زي محاضره سريعه للاعبي فريق النادي الاهلي في وسط الملعب، ويمكن على الجانب اليمين من الملعب الكابتن مصطفى كمال منفرد بالشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد طارق وعامل لهم تدريبات قويه جدا. التدريب لسه بادئ، فلسه ما فيش حاجه بادئ في التمرين، بس موجود في التمرين ناصر ماهر اللي كان عنده كدمه بس قالوا جاهز لمباراه دجله، موجود وليد سليمان ايضا في التمرين باذن الله برضه يكون جاهز لمباراه دجله. هنا طبعا الحاله معنويه مرتفعه جدا من لاعبي النادي الاهلي، في ثقه كبيره جدا بعد الفوز على الترجي في تعاقل داره، يمكن بيجري تدريبات تاهيليه لوحده باسم علي نجم فريق النادي الاهلي او المدافع النادي الاهلي. تمام، لكن انت طمنتنا بشكل كبير كده على ناصر ماهر ووليد سليمان، عنصرين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، باين ان هم جاهزين بنسبه 100% وبيشاركوا في التدريبات ولا لسه فقرات التدريبات ما بنتش يا شريف؟ لسه الفقره ما ابتدتش، هم لسه في محاضره، بس لو فيهم حاجه كانوا ممكن يشتغلوا مع باسم، بس يشتغل لوحده. فاللي انا شايفه لا، هيشاركوا في التمرين عادي، وموجود كمان باقه، وموجود باقه كمان موجود اصلا ايضا في المحاضره اللي هي على السريع. يمكن مستر كارديرون بعد دلوقتي للحراس شريف اكرامي وعلي لطفي وشناوي يحضروا الاجتماع في ارض الملعب، يمكن الاجتماع شغال حالا دلوقتي، طبعا ممكن يتكلم عن مباراه الترجي ويفتح بقى ونقفل صفحه الترجي ونفكر في صفحه الدوري الممتاز ونستغل الروح المعنويه العاليه ونفوز على دجله. يمكن ده توقع للمحاضره اللي ممكن يقوله، طبعا انا بالسامع بس يعني أكيد ده التوقع اللي ممكن يقوله يعني. طيب اكيد المران النهارده يا شريف هيكون من خلاله او هيتم تحديد البرنامج الخاص بالفريق استعدادا لمباراه وادي دجله، هل عندك اي معلومات عن البرنامج الخاص بالفريق خلال بكره ان شاء الله حتى ميعاد المباراه؟ انا عارف ميعاد المباراه الساعه 9 مساء اول يوم العيد، ده اللي انا اعرفه. بكره بقى اللعيبه كلها صايمه، هيخلي التمرين قبل الفطار، لسه ما اتحددش، هيخليه قبل الفطار ويفطروا في المعسكر بتاعهم، لسه ما اتاكدش، بس يعني الشكل اللي عندي كده هو انا اعمل تمرين قبل الفطار واروح افطر في المعسكر المغلق، بس كل ده هيبان بعد التمرين طبعا. اكيد ان شاء الله. بشكرك يا شريف شكرا جزيلا. ده كان معانا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي واللي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بالفريق النهارده من خلال استئنافه للمران الخاص به استعدادا لمباراه